أخت أستاذة ريحان الراس رئيسة جمعية المتابعين في المجيئة الشرقية، ونفتخر يعني كلفتين مهمتين. الأولى أن أنوب عنها في هذا التكريم، وذلك للضرورة. ضرورة هي حتى الآن يعني في اجتماع مهم من أجل تحضير واحد النشاط عالمي اللي غادي تستضيف في مدينة وجدة إن شاء الله نهاية مارس، وهو مؤتمر دولي، اللقاء الدولي الثالث حول التبرع بالقلب. هي الآن في اجتماع عمل، ولهذا تعتذر وتعتذر كثيرا. المهمة الثانية التي كلفتني بها أن أقدم جمعية المنتبرين تم أو يعني مراحل التي مرت بها جمعية المنتبرين منذ الإنشاء. أولا أود أن أشكر جمعية الصداقة المغربية لتنمية البشرية على الاستضافة وهذه المبادرة الكريمة. ويعني كما كيقول الأستاذ محمد أمين فلان، يعني الفرق ما بين المجتمع المتحضر والمتخلف هو مستوى نتاع تطور المجتمع المدني في المجتمع الحالي. جمعية المتابعين تم الجهة الشرقية ما يمكنناش ذكرها بلا ما نذكر واحد الشخص اللي هو مهيب، اللي هو عزيز علينا، اللي هو الدكتور محمد بن عجيبة. دكتور سيدي بلاك كلمات على الدكتور محمد بن عجيبة، على كونه أول رئيس، ماشي أول رئيس ولكن نقول أول رئيس بعد إعادة يعني الهيكلة تاع مركز التحكم من مدينة وجدة. وأنا بعدين نذكر الدكتور محمد بن عجيبة أنه كان أول رئيس لجمعية المتابعين ضمن الجهة الشرقية. يعني فكرة إنشاء جمعية المتابعين ضمن الجهة الشرقية جاءت لضرورة. 1996 12 جويلية 1996 تم إعادة تأهيل البناية تاع مركز التحكم الدم، كاش مركز التحكم الدم مدينة وجدة، مع تعيين يعني دكتور جديد اللي هو الدكتور محمد بن عجيبة، اللي هو الآن كيشغل منصب تاع المدير الوطني للتحكم الدم. الوضعية كانت وضعية اللي هي سيئة كثير. في وقتها كان عدد المتبرعين بالدم ما بين 150 حتى 250 متبرع شهريا. 78% اللي كانوا متبرعين كانوا هما يعني مرعبين، اما في الارمي واما من اجل المريض. والاسوء من هذا المصداقيه تاع المركز ما كانش كاين. يعني في التالي كان هناك مركز باقي في المصداقيه ديالو، الناس هادو كي ترافيك في الدم، كيبيعوا الدم الى غير ذلك. وبالتالي جات الضروره من اجل انشاء مجتمع مدني. علاش؟ واحد الجمعيه اللي كتمثل المجتمع المدني من أجل أولا استرجاع مصداقية المركز، وثانيا من أجل نشر ثقافة التبرع بالدم وبالتالي توفير على المتبرعين. العمل ديالنا كنتبهون مع ناس اللي كانوا كينشطوا من خلال جمعيات واللي كانوا كيعرفونا أبناء الحي يقراو معنا إلى غير ذلك، من تاس جاي توفيق سي مصطفى شعير، يعني الناس اللي كانوا في جمعيات من جمعية إبراز، جمعية الأسرة إلى غير ذلك، الناس اللي كانوا كيعرفونا وكيعرفوا الحياة الناس اللي كنتعامل معاهم. بدينا نشتغلوا، استرجعوا المصداقية. 1999 حصلنا على كنا أول مركز جهوي، أول مركز تحكم الدم اللي دار 100% نتاع متابعين اللي هما متابعين متطوعين. كانت هذه سابقة. وهنا جات المرحلة الثانية من مراحل العمل الجمعوي في تحكم الدم، حيث نظرا لهذه النتيجة اللي حققتها جمعية متابعين الدم، الأستاذ المشمسي رحمه الله، يعني في وقتها قررت باش انها تعمل يعني هذه التجربه اللي عطات ثمار ليها في مدينه وجده على مستوى المملكه. كانت هذه التجربه نشات مجموعه نتاع الجمعيات. 2001 كانت هناك عوض مبادره ثانيه مع الدكتور محمد بن عجيبه رفقه تاع الاخوان الخدامين معاه، انه انشاء الرابطه المغربيه للجمعيات المتبرعين بالدين بالدم عفوا حتى تعم الفائده، ويكون هناك يعني يعني التجارب انها تبادل التجارب ما بين الناس العاملين في الميدان. من بين يعني عملت الجمعيه على تكوين اعضاء من الجمعيات، تكوين اعضاء ديالها من اجل نشر ثقافه الدم. عملت على انشاء الرابطه من اجل تعميم التجربه. هناك من بين الانشطه اللي قامت بها هو المؤتمر الدولي حول التبرع بالدم الاول والثاني اللي شاركوا فيه يعني ممثلين من المغرب العربي ومن فرنسا. من اجل الان باذن ان شاء الله في خلال مارس على انه من الضمور المتوقع الثالث حول التبرع.
مزريه يعني بقات 366 كيفاش كانت بحاله مزريه يعني مدينه وجده. الوضعيه الان مدينه وجده انا وصلنا هنا 1600 متابعه شهريا يعني تقريبا بالضبط في 10 يعني عدد متابعين جدد. والاهم من هذا انه انشطه الجمعيه لان مركز الجهوي للزحاف المهتم الان كيعجز باش يساير الانشطه نتاع جمعيه المتابعين. وهذا الشيء كل شيء بفضل الناس مثل الاستاذه الرئيسه يعني رحى الراس ومن لا يعرفه رحى الراس وباجل فضل يعني اعضاء تاع جمعيه المتابعين في الجزيره الشرقيه واعضاء جميع المجتمع المدني يعني كاع الان تقريبا الجمعيه في هنايا مستمرين منهم. وبالتالي كنتوجه بالشكر لهم وما هناك مرضى محتاجين للدم ان شاء الله سنستمر على هذا الدم وشكرا. اخر حفل ان شاء الله.